يوجد شيء سهل وبسيط، كلمات معدودة تقولها وينتهي الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هو الرغوة التي تعلو سطح البحر في الموج وغيره، فلو كان ذنوبك مثل جميع الزبد الموجود على البحار في الدنيا كلها لغفرها الله لك بهذه الكلمات عند النوم. كم مرة نمنا ولم نقلها؟ الهدف الآن ألا ننام ولا مرة إلا وقد قلناها. أما إذا كنت مستعجلا على مغفرة ذنوبك ولا تستطيع أن تنتظر إلى ما قبل النوم، فتوجد فرص أكثر للمغفرة في اليوم الواحد. إن عدد المرات للأكل والشرب في أثناء اليوم أكثر من عدد مرات النوم، وقد فتح الله لك المغفرة عند كل لقمة وعند كل شربة. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا يرتبط بالوجبات، بل أي لقمة تأكلها وأي شربة تشربها ولو كان شايا أو حبة فاكهة لا تستبعد فيها المغفرة، ولك أن تحسب كم مرة تأكل وتشرب في اليوم. أما إذا كنت تريد المغفرة الآن فأبشرك، هناك كلمات أخرى يمكنك أن تقولها وبإذن الله يغفر الله لك الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. أنا أخذت ساعة وبدأت أحسب كم يستغرق من الوقت أن أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة بتأني وعلى مهل مع تدبر وتفكر، بدأت أحسب. لكن قبل أن أحسب توقعت أن تستغرق المسألة 10 دقائق أو أكثر، لأني الصراحة ما حسبتها بالدقائق من قبل. أتدرون كم استغرق مني الموضوع؟ 2.5 دقائق. أتدرون أننا نأكل السلطة في 5 دقائق، نحن يعني نقف عند الإشارة الضوئية بالشارع 4 دقائق، نشاهد التلفاز ربما بالساعات، 2.5 دقائق. يا الله ما أكرم الله. إنه فقط يريدك أن تقبل عليه بالقليل من وقتك وسيعطيك الكثير الكثير. قبل أن أختم أستأذنكم في أن أتكلم بكلام خاص بيني وبين أحد المشاهدين الذي وقع في نفسه بعد ما سمع هذا الكلام عن الحسنات الماحية. وقع في نفسه خطة، خطته أنه قال لنفسه: الحمد لله الأمر بسيط، إذا كانت كل هذه الأعمال تغفر الذنوب فسأفعل ما أشتهي من الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك أفعل هذه الأعمال الصالحة أو حتى بعض منها فيغفر الله لي كل ذنوبي وانتهى الأمر. طبعا متوقع مني الآن أن أقول له: لا، ربما ما يدريك لعلك تموت فجأة فلا تدرك أن تفعل هذه الأعمال الصالحة، ما تدري. لا، أنا لن أقول له ذلك. سنفترض أنه أدرك من الوقت ما طبق فيه خطته بالكامل، ولكن قد لا يغفر الله له. لماذا؟ لأنه كان يخادع ربه، عندها سينقلب الخداع عليه. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن العبد لا يتعامل مع محامي يبحث عن ثغرة قانونية يدخل منها، أنت تتعامل مع إله يعلم ما في قلبك وأمرك بأن تطيعه، فلا يكون الإنسان على حال وكأنه يقول لله: أنا لن أطيعك، أنا سأعصيك ثم أفعل الأعمال البسيطة التي تغفر بها الذنوب وستغفر لي. سبحان الله، قد لا يغفر الله له، لأن المغفرة تأتي بسبب الأعمال المقبولة. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل هذا من المتقين أم من المتحايلين؟ أتدري ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بين المتقين والمتحايلين هو التخطيط. هذا كان عازما على المعصية ويرتب في ذهنه أنه سيفعل بعدها طاعات وانتهى الأمر. أما الآخر فلم يكن في نيته هذا الترتيب، ولكنه وقع في المعصية لضعفه ولبشريته، ثم أراد أن يأتي بما يكفرها ففعل الأعمال الصالحة بدون تلاعب ولا شيء. أظن أن الفرق واضح، وربنا سبحانه عدل لا يساوي بين الاثنين.